الحمد لله بارئ النشم ومفرغ النعم ومانح القشم والمعلم باللسان والقلم منزل الأحكام وملهم الحكم له الحمد من أجل وقدم وله الشكر على ما أولى وتمم امتن علينا بأن بعث فينا رسولا من أنفسنا أنفس العرب والعجم فعلم وهذب وربى وتمم صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد الحق له بأنه على الحق المبين وأنه يهدي الصراط المستقيم وأنه على خلق عظيم وزاد فخلد بلسانه وعلى بيانه وحيا أهدى إلينا الاستبصار مجمما أهدى إلينا الاستبصار كاملا والتبصير مجمما هائلا وأمره أن يعلن في الناس قائلا هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اللهم صل عليه صلاة التي صليت عليه وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق ثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك عونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متوسل متعرض شائل وبعد فلا زال القول منا موصولا بمباحث التوصية توصية ابن عصية لتفسير المحرر الوجيز ويتحمل طبعا مقصودية من تفسير يعني الوجازة والتحرير فهي مباحث مختصرة محررة فيها الاختصار والتحرير فذلك تلاحظون فيها أحيانا العزو إلى غير مسمى قال قوم اختلف الناس وتجد فيها أيضا تحرير حين يرجح قولا على قول ومذهبا على مذهب فيما هو فيما كثر القول فيه وتنوع وقد مضى في لمح النظم المقرب للفهم أن ذكرناكم بالمباحث التسعة التي قصر عليه التوصية انتهينا فيها إلى مبحث التعريب المعرب الذي أخصه للحديث عن معرب القرآن ومنه إلى إعجاز القرآن والقول فيه وليخلل بين ذلك حديثا عن لغة المفسر لأني اللغة التي ينبغي أن يتعامل بها في الحديث مع شؤون الله خاصة هذه التي يريد ماذا يلزمهم الأجب في ذلك أن هناك أفعالا تحكى بلسان أو بأقلام المفسرين عن الله والإسناد فيها التوقفي مفتقد فهل يشترط فيها شرط أو يحترز فيها أو يتحفظ فساق كلاما موجزا شبه بالاعتذار بل فيه صريح اعتذار عما الاعتذار شبه احتجاج أما يمكن أن يبدر من أو يقع في كلامه من نادر ما يضاف إلى الله كما في حك الله عن فرعون مثلا وعن عاد حكا والحاكي يكون متأخرا عما حكي به القول فلا هذا إسناد الحكاية الله له أصل وهل يجوز هذا في السياق فقط دون أن يخذ منه أو ينتجع منه أسماء لله تعالى في مقام الإجماع وأيضا أمور أخرى ترج كقوله وقرر الله في هذه الآية وخاطب ولا يخذ منها من هذه الأفعال أسماء لله فهل تمشى يعني يتسامح فيها أو أن تحمل على مجاز القول في لسان المفسرين أو يتحفظ من بعضها كما سبق لنا في مسألة الحكاية هذه أشياء كلها أوردها بإيجاز شديد ونعود أدراجنا لتشميم ما جاءنا إليه في مبحث قبيلة المباحث المجممة ومبحث كتابته المصحف لأننا اقتصرنا فيها على الجمعين جمع في الصحف والجمع في المصحف قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في هذه القرآن في مصحف بين دفتين على الصحيح لم يجمع القرآن في مجلده على الصحيح في حياة أحمده للأمن فيه من خلاف يطرأ وخفة النسخ بوحين ينشأ
بالنسخ بواحد النووي. هذا قلنا بأنه لماذا جمع في صحف وغير مرتب السور، ثم حصل أن جمع في مصحف لمقاصد أخرى بأقلام متكترة تحت إشراف موحد وبشرائط دقيقة في الضبط. مقصد الجمع غير مقصد الخوف من ضياع بعض القرآن كما الجمع الصحفي، والمحتج إلى الجمع الصحفي كما مضى. فظل يتنقل الخلفاء من عهد الصديق إلى عهد فاروق ليبقى في وصية حفصة رضي الله عنها إلى أن احتج إليه في زمن ذي النورين. فكان الذي حصل فجاء بالنسخة هذه وجاء بالذي كتبها وهو زيد بن ثابت، وجاء بالنفر القرشيين الثلاثة، وقد حدثناكم عن اللجنة الرباعية والتي تممتها أو تممت برجلين هما عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهما هما لتتم اللجنة السداسية. فتم ست فداهم عمري كما نبناكم عليه في فيلم النصر. وقلنا بأن القرآن جرد في المصحف الإمام وجردت منه نسخ. الغرض من الجريد أنه جريده ليس من نقط الشكل، لأنه لم يكن في كتابة العرب نقط ولا شكل، لا مدورا ولا مطولا صحيح، بل حتى نقط الإعجام لم يكن، وهذا الذي رجحه كثير من الباحثين، وإنما جردوه من المنسوخ، لأنه جاء بمصحف حفصة ومعه أيضا صحف الصحابة التي حضرت، كل من عنده نسخة أو صحيفة أو ورقة أو أي شيء كتب عليه، لأنه هكذا من ثم بتعضيد الجمع بألوان أخرى من العرض على المكتوبات التي جاء بها الصحابة والتي بلغت عدتهم فيما ذكرهم كيف الإبانة 12 ألف من الذين حضروا الجمع. وكان جمعا مشهودا وتحت الشمس وفي الروضة الشريفة وفي ليبقى هناك إلى زمن قريب في مصحف المسمى بمصحف الشريعة مصحف الإمام. جرد من ما قد يكون مضافا من تأويل مع تنزيل في المصاحف الخاصة، لأن المصاحف بعض الصحابة كانت كالمذكرات، والإنسان قد يكتب في مذكراته الخاصة ما يشاء يمكن أن ينبهها. وقد يكون من مما نسخ من مسائل الترتيب، لأنه الترتيب لم يكن القرآن ينزل على الترتيب الذي كتب به في الأداء في التلاوة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعينه هذه التلاوة يعينه لكتاب خاصين، لكن الذين يكتبون لأنفسهم أحيانا لم يكونوا يلتزمون بذلك. فإذا الجريد متعلقه أمور، من الترتيب الذي لم يكن قيل الإمام مالك على أي شيء ألف القرآن، قال على ما كان يسمع منه صلى الله عليه وسلم، وآخر سماعه كان العرضة الأخيرة التي كرر فيها العرض يسمع على القرآن يعني في العرضة الأخيرة مرتين. وكان ممن قرأ عليه بعض العرضة زيد بن ثابت، وهذا ممن أهله لهذا الجمع من مؤهلات. وقيل إنه حضر وهذه منقبة كبيرة، يعني قد يحضر الواحد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض على الملك بحيث يراه متمثلا أو لا يراه. هذه أمور كلها نجوزها أيضا وإن كان في شباشها نصا كلام كثير. إذا نسخ المصحف بإقلام الصحابة وحتى يوحد كتب على هذا النحو وعلى العرضة الأخيرة مشهود عليها، فكان هذا الرسم إجماعا وعرف. والرسم ما كتب في الإمام بقلم الصحابة الأعلام، هذا هو الرسم، رسم المصحف وما كتب في الإمام. والإمام هذا يصف به كل مصحف كان من هذه المصاحف الأصول التي عدتها خمسة على الراجح، قيل أربعة وقيل سبعة، والقولة الأولى هي المعتبرة كما قال محمد العاقب وغيره من، وعليها اعتمد الداني في المقنع في مصاحف في مرسوم مصاحف الأمصار، فكانت أسانيده كلها أسانيد ترجع إلى هذه المصاحف، مصحف المكي ومصحف المدني العام ومصحف البصرة ومصحف الكوفة ومصحف الشام، هذا هو الرجع في المصاحف والأسانيد تنتهي إلى هذه. ثم ما وقع بين المصاحف الخمسة من فروق
هذا كان مقصودا أيضا، وهو الذي دعا إلى أدلون ملوان التوزيع. وهذه الفروق يعني عدتها محصورة، وقد عقد لها الداني أبو عمرو الداني في كتاب المقنع فصلا فيما اختلفت في مصاحف الأمصار بالنقص والزيادة. وكل منهجه هو كالتالي: ما أمكن الجمع فيه جمع، وما لم يمكن وزع. فالجميع يقول خطيئته توحيد عن غير نفع، قرأ بالتوحيد وبالجمع، فهذا يمكن أن يرسم على صورة تحتمل قراءة الجمع وقراءة الإفراد. أفتمارونا أفتمرونا يحتمل أن ترسمه بدون، لأنه ما زال الإلحاق ما زال ما كاينش، هذه المضافات كلها للرسم المصحف ما زالت لم تولد بعد. فإذن هذا ما أمكن أن يجمع بصورة واحدة، لأن كان الغرض هو هذا الجمع. تقول لي أنا تنقرأ وفتمرونا محتمل، هذا يحتمله تحقيقا، معنى هذا يطابقه تحقيقا، وهذا يطابقه بتقدير، بتقدير لا يجعله في موضع التنافي مع رسوم المصحف. حين أمكن الجمع جمع ولم يكن وزع، مثلا يقرأ المكي من تحتها بدل جري تحتها الأنهار في صورة براءة. فهنا ما يمكنش أننا نثبت واحد في الأصل وواحد في الضرة، فيظن أن هذا الذي في الصميم هو الأصل وهذا دونه، أو العكس أو معه، لأن هذا ليس من شأن ما يوحد ويدفع وتشويش. لا بد من أن تجري تحتها وهو قراءة الجماعة، من تحتها قراءة المكي فيكتب في مصحفهم، هذه الزيادة ذراعية. زيادة هو مثلا في سورة الحديد: الله هو الغني الحميد، بدل الله الغني الغني الحميد. زيادته ألفا فلا يخاف ولا يخاف، يعني هذه الأنواع مما هو شارع والذين اتخذوا زيادة الواو زيادة الفاء هو، وهذه أشياء لا تؤثر في أصل المعاني، لا تؤثر في أصلها بل ولا حتى في كمالها على ما سنرى إن شاء الله حين نصل إلى هذه الزيادة. أوصى ووصى، لأنه لا يمكن أن تجمع في كلمة، فخص بها المصحف المدني بأوصى، خص المصحف وصى بغيره من المصاحف. ثم وزعت وقلنا وأنفيد مع كل مصحف المصاحف الخمسة إمام من أئمة القراءة من جبيل. وصلنا لكم ونظمنا لكم النظم، والمنفدون مع المصحف الإمام خمسة المذكورين، ونبناكم على ما بعض تراجمه. وهذا يحتاج إلى تطويل، لأنه لو كان الدرس درسا يعني في علوم القرآن لكان الأنسب هو أن يفصل هذا الأمر تفصيلا يزيل كثير من الشبه العالقة. ثم احتج بعد ذلك في زمن التابعين إلى تقييد هذا المرسوم، معنى تقييده ليس في مصاحف الأئمة وإنما في المصاحف الخاصة في الألواح، في المصاحف التي هي مصاحف الجماعات ومصاحف الخصوص. أما مصاحف الإمام فمن شرطه لا يضاف إليه، ولذلك كره الأئمة أن يضاف إلى مصاحف الأئمة أي شيء مما يكون، وشددوا في ذلك ومنهم الإمام جل رحمه الله. لكن في المصاحف الأخرى الخاصة فالإنسان لما يضبط المصحف المرسوم على مقرؤه هو، على القراءة التي انتهت إليه، ما يمكنش غادي يضبطها بكل القراءات، هذا لا يتيسر. تيضبط هذاك المرسوم على مقرؤه هو، فيجيء الضبط كاسمه ضبطا وتقييدا للمقروء على المرسوم، بإلحاق بفتح بهيئات بضبط الهيئات بالمطاط بغيرها. المحتاج إلى ذلك عندما دارت أسبابه ضرورة إليه بدخول الداخل في الإسلام من غير العرب، وطرق اللحن الفصاحة، وصارت ضرورة أن يوضع النحو، فوضع النحو معه النقد، وخصوص النقد الإعراب. وهناك أعلام تذكر هنا لا بد من الإشارة إليهم، لأنهم هم الذين أشهموا أي إشهام في هذا الإنجاز العظيم، وهو تكميل الرسم بالضبط على القراءة المقروئة بها. كان الفضل الأول للإمام أبي الأسود الدؤلي المسمى بظالم بن عمرو، هذا قاضي البصرة وثقة بإجماع، هو الذي استحدث النقص المدور، يعني الضبط بالنقص. والنقص في الصورة تاعته هو كنقص الإعجاب، ولكنه كبره قليلا لتمييز، هكذا في فن الضبط،
كبروه قليلا لفرق بينهم من قتل العجام فيما سيأتي من الأصل فيه كان كنقتل العجام. وكان تميز معنى توحيد النقطة هو يضبط به الكل للفتحة الفتحة والكسرة والضمة. فهذه كانت تعرف الفتحة والضمة بمحلها لا بصورها من صورة واحدة، الكسرة بمحلها فعلا وبموضعها بمحلها وبهيئتها في كل الأوضاع وكل المواضع في التمييز. وبدأ هذا التمييز قلنا بنقص المدور في الإعراب، أعرب ثم عمم كذا وأعجم، ظلموا يحيى ثم نصرهم متمم. ظالم يحيى يعني ظالم بن عمرو هو أبو الأسود التؤالي، بدأ بنقص الإعجام نقص الإعراب عفوا نقص في آخر الكلمة أو في آخر الكلمة التي يدين بإعرابها، مثلا قال فقلب نقطة نافتة يقول حتى يقول أو يقول تكون ضمة في الأمام والفتحة الفوق فتعرف بالموضع. وكان واضع هذا النقص هو واضع النحو منسوب إليه كما هو معروف المشهور أن أبي الأسود الدؤلي هو الذي وضع المبادئ الأولى لعلم الإعراب علم النحو، وأعرب القرآن فعلا طبق هذا الرفع والنصب والكسر. ثم جاء يحيى وهو معه في نفس العصر، يعني كل هؤلاء من كبار التابعين كانوا قبل المئة الأولى كله. يحيى بن يعمر والفتح ويضم يعمر يعمر ويعمر والذي اقتصر على نفسه حافظ بن حجر، ويعمر جوزه صاحب كتاب الأسامي أو السامي في ضبط الأسامي من رجال الصحيح وقال وضمه وارد يعمر يعمر. يحيى بن يعمر هذا المجاني قاضي عفوا المروزي قاضي المرو وهو إمام ثقة، هو أيضا عمم هذا النقص في الهيئات كلها، نقص الجهلي عممه هذا الذي دقق فيه بعض الناظرين في مسائل الضبش. ثم نصر وهو ثالثهم نصر بن عاصم مسمى بنصر الحروف، قالوا هذا نقط نقط الإعجام، نظر في الحروف الأصلية فوجد أن بعض احتاجوا إلى تمييز المعجم من غيره فنقص مثلا الدال المعجمة بدلا عن الدال المهملة تمييز لها، هي مميزة في النطق لكن تحتاج إلى ضبطين في الرسم حتى لا يهملها العجمي الذي أو نقول العجمي الذي لا يعرف العربية. إذن نقص المدوار بدأ في الإعراب ثم عمم في الهيئات ثم تمم النقص بنقص الإعجام لتمييز المهمل من غيره وخصوصا في الروازف التي لم تكن معجومة ستة. ثم جاء الخليل ونص العصر الخليل بن أحمد الفراهيدي الأجدي الذي قال في أصحاب التراجم صالح عابد صدوق، ما ماذا وهو شيخ النحاة يعني شيخ سيبويه وصاحب كتاب العين وضيع أول معجم في لغة العرب، هذه مسألة بالسهلة ولا اليسر هذا أئمة واضع العروض في أوزان الشعر العربي. هذا الذي فعله والذي استحدث الأشكال بدل النقص المدور جاء النقط المطول، هذا مشهور النقط المطول هو الأشكال، وهذه أخذها من حروف المد ثلاثة، أخذت الفتحة من الألف قصرت في الحجب ثم بوطحت، والكسرة من الياء قطعها رأسها بقي ذاك الشيء تدير الياء في الأصل ساكنة وهي مردودة لا مرسلة لأن هذا الصلاح جاء متأخر، حيد ذاك الرأس تبقى هكذا الكسرة، والضمة واو وسقط رأسها قطعها رأسها وقربت قرنها وضعت. فصارت الأشكال هنا أكثر تعبيرا عن ضبط للكلمة لأنها مغيرة في أوضاعها وين ومواضعها، الأوضاع هي التي تميز أوضاعها وضعها. وصار السكون إما دار وإما خاء على ما سيدنا في البيان أن الدار وخصت للإسقاط في التبشت فوضع بدلها خاء لتعني خلو الحرف من حركة، هذه أشياء
يجي يسقيقها في محله. إذا انتقلنا إلى الشكل، ثم لأن الرسم الأول اسم الصحافة لم يكن فيه شكلون ولا همزون ولا نقطون، لا نقط الإعجاب ولا النقط المدور ولا الشكل الخليلي ولا الهمز، كل هذه الأشياء كان مجرد نحن. والسر في ذاك يقول سيدي محمد العاقب، السر في ذاك بقاء الرخصة للعارضين بالحروف السبعة، يبقى النص محتمل، مع أنه الأصل هنا هو السماع والنقل الصحيح، اللي من بعد تيجي أنك تعتزز بس بعرضه على هذا المجمع عليه من طرف كثير من القراء الذين حضروا، لعدد من يعني يزيد على التواتر، على هذا التواتر الذي أدناه على أحد القول عشرة وأعلاه إلى حد له يعني 70 أو تزيد. إذن جاء الخليل فعوض بالمدور المطول، وتمم في بعض في فن الضبط أيضا في بعض الجهات طرح عن بعض الأئمة تكميله ببعض المدور في المواطن التي لا يصلح فيها التعبير من المطول، وذلك في الحركات التي تكون مركبة كحركة الإشمام وحركة الإمالة، لأن الإمالة فيها فتح وكسر على الصحيح، لكن على الشيوع، والأخرى فيها حركة الإشمام فيها ضم وكسر على الفرج أو على الشيوع، الخلاف في ذلك عند أئمة الجهات. وكذلك في الحركات المبعضة كحركة الاختلاس والروم اللي فيها بعض حركات تكثر وتقل بحسب المسمى والمراد. إذن هذه الحركات التي ليست فتحة خالصة ولا ضمة خالصة ولا كسرة خالصة، فجيء فيها من نقص المدور الذي يقول انتبه فإن هنا ليس حركة كاملة ولا خالصة، لا كاملة ولا خالصة، فلا بد من أن فعوض عنها. وذلك قلنا في أحد في تمهيدنا لديل المورد الذي شرحناه شرحا مقتضبا، ديل المورد في الضبط المقدمة تحت فيها مطولون مدورون ومختلط، شحال هادو أنواع؟ مدور هو النقص تاع الدؤلي، مطولون نقط الخليلي هو الخم الإشكال، ومختلط فيه النوعان، والضبط بالأخير عندنا، ونقصنا على الأخير قد ضبط، يعني النقص الذي جرى عليه الآن وهو استعمال الأشكال في مواصنها والمدور في مواصنه الذي نبنى عليه. استقام فكمل الرسم أجمل شيمة بهذا اللون ألوان الضبط التي يؤخذ بها في الألواح وفي المصاحف الخاصة بالروايات، ولا يصلح أن يكون يعني ضبطا لمصاحف مصاحف الكبرى الأئمة المنصورة، لأنه إذا ضبط كيف سيضبط هو رد التوحيد، لا يمكن أن يضبط المصحف بكلها إلا وقد جمعت فيه كل القراءات، وهذا لم يكن معروفا أبدا. الله الآن تدروا في الرمزية الرسمية عندنا، والرمزية التي تعرفك بكيفية الأرداف، والرسمية التي تعرفك بالقرية وموافقية ولا بالتفردات إذا وجدت، وهذه الشيء إنما هي كالمذكرات الخاصة التي يستعان بها، ولا أصلح أن تكون لمصالح الجمع ولا لمصالح القصد ولا لكل شيء من ذلك. فلذلك جاء في العقيلة جرده كما يهوى كتابته، ما فيه شكل ولا نقط فيحتجر، مش جرده من النقص وكان والشكل وكان أبدا، هذه لم تثبت، لم يكن هذا على الأقل لم يكن عاما ولا شائعا، حتى لو كان في بعض الجهات موجود فإنه لم يكن كذلك. ثم لا نغفل في نهاية المطاف على أشياء أضيفت مع الضبط، لأن الضبط شنو هو؟ الضبط ما زيد من الأشكال والنقص خفة الإشكال، ما أضيف من الضبط ما زيد من الإشكال والنقص فيه خفة الإشكال، ما أضيف هذا أيضا ضبط. وأضيفت إليه أمور أخرى سمح بها ليس في مصحف الإمام، ليس في مصحف الأئمة، وهو التجزئة. وهذه التجزئة أصولها كانت نبوية، تجزئة فالقرآن مجزأ صورا، ما في ذلك 114 صورة ومبين بدايتها ونهايتها، ومجزأ أرباعا كما في حديث وجلة، وعصيتهما كانت تراه
سبعة شوار، ما كان الإنجيل المئين، وما كان التوراة، ما كان التوراة الإنجيل السبع المئين، وما كان الإنجيل المجاني، وفضلت بالمفصلي. فكان هذه الجزيئة تنبيه على الجزيئة وخب هذا الإجمال رباعية. ثم جاءت التجزئة السباعية، حديث أصلها حديث أوس الثقفي في سنن أبي داود، والذي قال فيه لأصحاب النبي دار كيف كنتم تحزبون، قال شارحوا السنن ظاهروا أنهم أصحاب النبي، كيف كنتم تحزبون؟ قال كنا نقرأ في الرواية، كنا نقرأ ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة ونختم أي من قاف إلا مفصل. فهذه الجزئة السباعية كانت أحزاب القرآن في أوراج الصحابة الكبار الحفظ، القرآن يسبع. يلا فيكم الشجاع السلفي اللي قال لي واحد القرآن جزئوا على هذه السباعة، قرأوا في أسبوع، ختموا في الأسبوع. ثم جزئ القرآن على 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 30 جزءا. والأصل في حديث عبد الله بن عمرو حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الكتبة والحفاظ ومن لجنة الكتبة الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كم أقرأ القرآن؟ فقال قرأه في شهر. هذا فدله على الأول. فجزئ القرآن على هذا الجواب الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، له الجواب على التيسير المراد. ثم قال إن استطيع ذلك، فقال على النص، ثم إلى آخره. ثم إلى أن وصل إلى ثلاث، فقال من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقهه، يعني إذا قرأه قراءة تفقه تدرس. فكان هذه الأصول في التجزئة. ثم أضاف إليها الأئمة في مما بعد أنوانا من التجزئة تبعا للأغراض. فكان غرض تيسير الحفظ، تجزئة من أجل الحفظ، تجزئ القرآن كله على أجزاء من أجل تيسير الحفظ على المبتدئ، وكاين تيسير الجمع على الجامع، وكاين غرض آخر وهو التجزئ على المواضع. وهذه أشياء يعني لم أجد أحد ينبه عليها، ولكن في أصول علوم الكتاب ما ينبه عليها إن شاء الله، وسنذكرها إذا انتهينا إلى شيء يحدثنا عن تفصيل الكتاب وتفصيل آياته. كلمة ختم بها الفصل وهي كلمة منقولة من كتاب البيان في العج للإمام الداني رحمه الله، وفيها نقل عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري رحمه الله قوله بدأوا فنقطوا، شكون هما هادو تابعين، يعني لأنه هو من جيل الصحابة يتكلم على الجيل تاعو العلماء. بدأوا فنقطوا معناه أن أول مضاف إلى مرسوم الإمام اللي هو مرسوم الصحابة وعلى إجماعهم، وبهذا الإجماع وجب الاقتفاء الرسم منه، إما أن يكون بأمر النبي وإما أن يكون بإجماع له أصل. تضمن لنا الإجماع تضمن الدليل كما يقول العلم بالأصل، السن بنفسه وملحق بأصل ومتضمن لأصل، وهو الإجماع متضمن لأصل، قد يشاهد الأصل وقد لا يوجد له سند هكذا منفصل. لكن لماذا؟ لأنه كتب القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. كيف كاملا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ائتوني بكاتب فيملي عليه، وسبقنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكاتب الذي كتب له النجم إلى أن أتمها. فسجد النبي فسجدت الدوات، سجد الدوات والقلم، فقال الراوي سبحان الله سجدوا لله واعبدوا، فتحرك في الدوات والقلم فسجد. وسجل هذا في السنن الصحيحة أيضا سيد الإمام أحمد أعتقد أو معجم الطبراني. ختم فقال قال قتادة بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا نقص دواليك، يعني هذا المضاف لا أظنهم بدأوا في المصاحف الأئمة، لا المصاحف التي تقتدي بمصاحف الأئمة. نقطوا شكل ضبطوا كل على قراءته لعجم يتأتي الضبط الكلي على القراءة كلها ممكن، يعني تقول خفية وتقول خفية ضبطهم جوج تقول هادو بجوج جايزين، يمكن تقول ننشرها ننشزها ولا تبصين ننشز ممكن ننشرها أحلى، وإلا لو تكتبها كل كاملة أحلى لا يمكن هذا في الأئمة.
بدأوا فنقطوا ثم خمشوا. إذا نتكلم أنا على المضاف من حركات الإعراب، لأن الضبط يتم بالعارض على المرسوم، بما عرض للمرسوم من شكل وهيئة ومد وشد وهمز، لأن الهمز لم تكن في لها صورة هكذا صورة عين، تكون لها إما لها صورة من واو أو ألف لأنها تسمى مقعدها ولا كرسيها، وإما أن لا صورة لها فلا تكتب مطلقا. ثم قال خمسوا، هذا يتعلق بالتجزئة وانباع عليه في المقدمة، قال وتجزئة المصحف، ما ذكر في تجزئة المصحف، قلت بينكم على أصل التجزئة فيه، قال لكن بدأت خميس وقيل تعشر وعشر، وهذه كانت مع هذه الصحابة والتابعين عصر الأول ملاحق ملاصق لعصر الصحابة. خمسوا قلت لكم اقتداء باش اقتداء بأول نازل من الوحي وهو الآية الخمسة الأولى، اقرأ باسم ربك إلى علم الإنسان ما لم يعلم، خمس آيات، ولذلك كانوا يتفاعلون بهذا الذي قرأ على هذا النحو، فكانوا يقولون من قرأ خمسا خمسا لم ينسى، قرأ خمسا خمسا لم ينسى، وذلك الناس جعله لتذكير هذا النازل، فكان الجرعات الأولى وكان الوحي التقين على رسول الله بدأت هكذا. أما العشر فلما ورد من التابعون هكذا علموا في حديث رواية أبي عبد الرحمن السلمي، قال كنا لا نجاوز العشر، العشر وحددها حتى نعلم ما فيها، ويعني بها ما فيها من صحيح الأداء وما فيها من القراءة وما فيها من وقوف، وفي رواية بعضهم ذكر حتى المعاني أيضا قد ينبى عليها، فكانت هذه كأنها أيضا تجزئة للتدبر ولنول من الوان الجمع. وهذا اقتصر على الخخان حين يقول وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد لا تزيد على عشري، خصوصا للأخذ في مقام الجمع، هكذا يمكن أن يكون أصلا في الباب. ثم عندنا نحن جرينا في الجمع على أن الجامع أولا تحقق له في ابتداء الحفظ على رواية، فكانوا يبدأون بالأربع ثم يصلون إلى النصف مع السبع، ثم أحيانا إذا وصل العشر كتب الحزب كله، الذي جرت عن شعرين محاضر عندنا، وأصله في كتاب الداني في البيان، وهو من سمعني بالتجزئات 120 أو 20 أو 100. وفيه أيضا تنبيه على التجزئات الصغرى، وهي تجزئة على السنوات 360 جزءا، وأخرها في كتاب البيان، يعني يمكن الإنسان يقرأ القرآن في السنة قراءة إما تحقيق وقراءة أو بالنسبة للأعاجم الذين لا يعرفون وبيختموا على أحد فيخصهم بكل جزء على امتداد السنة 360 بحذف الكسر، وهذه الجزئة بيناها وبينا مفاصلها وأين تنتهي من أول الأجزاء إلى آخرها، واضح شيء؟ إذن بدأوا فنقطوا ثم خمسوا، بدأت هذا الموضوع معنا خمسوا، وضعوا علامة على نهاية خمس الآية، معنى أن الترقيم لم يكن في المصاحف، لا مصاحف الصحابة ولا مصاحف التابعين، ترقيم تاع آية، ولكن أصبح جائزا لأنه علم الفواصل، هذا علم راجح فيه أنه توقيفي، بدليل أن العادين وهم ستة أساندهم معروفة، العدل المدني الأول، العدل المدني الثاني، والعدل المكي، والعدل المصري، والعدل الكوفي، والعدل الشامي، وفرعه الذي هو العدل الحمصي، فهذه وهذه العادون في بالنسبة للفواصل معروف ومعروفة أساندهم وما بينهم من الفروق إلى آخره، ويحتاج إليها القارئ خصوصا في القارئ بالقراءات التي فيها الإمالة يحتاج إلى معرفة الفاصل، والذي يرى للفاصلات أسرارا يحتاج إلى معرفة الفاصلة وما يشبه الفاصلة وليس وما لا يشبه الفاصلة هو معدود منها، يعني هذه أشياء ترجع إلى علم يسمى بعلم الفواصل، وله اصطلاحات وله رموز، وأشمله وأجمعه من كتب فيه من المتقدمين سيدنا الشاطبي في ناظمة الزهار أو الزهار في عدة آية الصور، والنفائس البيان لسيدنا عبد الفتاح القاصي رحمه الله. بدأوا فخمسوا، بدأوا فعشروا، وهذه كلها أصول تعطينا أن للتجزئة أصلا، وسيدنا السخاوي تلميذ الشاطبي عالم الدين أيضا له رسالة موجزة مركزة فيما سمي بالتجزئة، وهو من علوم المصحف
من علوم القرآن جملة ومن علوم المصحف خاصة علم التجزئة. وهذا جمع ضمن الرسائل التي جمعت له تحت عنوان بل بعنوانه وبعنوانته هو جمال القراء وكمال الإقراء، جمال القراء وكمال الإقراء لعالم الدين السخاوي علي بن محمد، هو التلميذ الأول الشاطبي وغير السخاوي المؤرخ رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين.